23 ماي من 2024 خرج واحد القرار جديد من طرف وزير الهجرة الكندي اللي يتكلم على التغييرات في القوانين الأخيرة للجنسية الكندية. مستر مارك ميلر سمى هذا البروغرام Lost Canadians. لماذا؟ لأن بزاف ديال الكنديين اللي خارج كندا منهم مهاجرين بحالي اللي جنسوا ومنهم ولاد الأرض نخدوا جنسية الكندية تيخرجوا على كندا تيعيشوا مثلا في بنما ولا في البرتغال ولا في لازي اون جينيرال ومن تيديروا وليداتهم ما تيكونش عندهم الحق ياخذوا الجنسية الكندية. دونك حنا هذا الموضوع كامل غنحاولوا نناقشوه بواحد الطريقة اللي منطقية وكذلك غنهضروا على التأثيرات سواء الإيجابية سواء السلبية سواء على المهاجرين وسواء على الكنديين ولا على المهاجرين اللي خداو الجنسية الكندية. وغنحاولوا نشوفوا واش هذا البروغرام غيكون في صالح المجتمع الكندي سواء اقتصاديا وسواء سياسيا. دونك الا كنتي اول مره تشوفني مع كتمال شقر كونتنت كريتور اند ترافل فلوجر مقيم بالديار الكندية وبالضبط في كالغري بمقاطعه ألبرتا. خلي معك واحد سبسكرايب وخلي معك واحد لايك ونبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. النقطه الاولى اللي غنهضروا عليها هو غنشرحوا البروغرام بالديتاي ديالو اللي هو البروغرام ديال Lost Canadians. انا سولت بزاف ديال الاصدقاء ديالي تفرجت في التلفازه تفرجت في انستغرام فيسبوك كاع في لي ريزو كاملين ما كاينش شي واحد اللي قنعني وشرح لي لو بروغرام بالديتاي. داكشي علاش انا شخصيا مشيت قريت لو بروغرام كامل اللي سميتو بيل سي 71 اللي كاين في الاميغريشن سيتيزنشيب ويب سايت اللي اكسيسيبل للجميع اللي بغيتي تدخل تقرا سواء باللغه الفرنسيه سواء باللغه الانجليزيه ولا تقدر ترجمو. انا جيت لهنا كنترجمو لك باللغه العربيه ولا بالدارجه المغربيه بالاحرى استسمح لي كي يوصل الميساج للجميع والناس تفهم شنو هو هذا البروغرام وشنو هذا البروغرام يقدر يعطينا ولا يقدر يعطي ذا نيو كنديانز اللي بحالي اللي تيكونوا مهاجرين وتيجيو لهنا تيحصلوا على الجنسيه سواء كيرجعوا لبلادهم سواء كيمشيو يعيشوا بلدان اخرى ولا الكنديين اللي تيكونوا ولاد الارض وتيهاجروا كما قلت لكم في الانترو ديال الفيديو البنما البرتغال دول في اسيا تيهربوا من هنا من البرد كيهربوا لاسباب اقتصاديه لاسباب سياسيه غلاء الاسعار الاقتصاد ديالهم حاليا شويه طايح ليدوكاسيون غاليه الهيلث كير سيستم فيه المشاكل. دونك هادشي كامل غنحاولوا نهضروا عليه وكذلك غنعطيو ريزونز علاش هاد لو بروغرام هذا تدار اكزاكتومون واش كاين شي سبب سياسي وراء هاد البروغرام ولا اقتصادي ولا داروا غير هكاك باش يشدوا الفام ديال الكونسرفاتيف اللي هما الحزب ديال بيير بوليفر. الوغ لو بروغرام شنو هو؟ لو بروغرام هو الا كنتي عايش خارج كندا وانت كندي مثلا انا مهاجر كندي ورجعت للمغرب وتزوج ودرت وليداتي القانون اللي كان قبل ما عندكش الحق دوز الجنسيه ديالك اللي هي الجنسيه الكنديه لوليداتك جدًا يعني انك الوليدات الجداد لا تولدوا لك خارج كندا ما عندهمش الحق ياخذوا الباسبور. مي دابا حاليا بهذا القانون اللي كنهضر عليه انا انت ولا انت الا كنتي كندي سواء ولد الارض ولا سواء مهاجر بحالي وبحالك تقدر تدوز الجنسية ديالك لوليداتك إلا كنتي عشتي هنايا في كندا 1095 نهار اللي هي قرابة 3 سنين إكزاكت. يعني إلا عشتي 3 سنين هنايا في كندا وكانت عندك الجنسية الكندية وخرجتي على كندا ودرتي وليداتك وليداتك عندهم الحق ياخذوا الجنسية الكندية. كذلك واحد السطر قريتو مزيان وبقيت تنقرا ونعاودو وتنتأكد واش داك السطر كاين ولا ما كاينش لأن حتى شي واحد ما تكلم عليه اللي هو ديال الأدوبشن. يعني انت ولا انت الا خرجتي على كندا ومثلا مشيتي عشتي في اسيا وتبنيتي شي واحد حتى هذاك اللي كتبنى واخا يكون ميكونش يعني من دمك ومن لحمك ميكونش ولدك ديال بصح ولا بنتك ديال بصح تقدر تدوز لهم الجنسيه الكنديه. وهذا الشيء اش كيعطينا؟ دابا هما كيشوفوها غير من اونجل واحد الا شتيها من دي زونجل واحد اخرين كاينين هنود مسخه الوالدين كاين فلابنا كاين العديد من الجنسيات ومنهم حتى حنا غتمشي وغتزور ديك الورقه ديال الادابشن غتزور الورقه ديال الولاده وتقدر تقول لهم هذا ولدي. كاينين ديكا اللي بزاف والبروغرام يلاه بدا وبداو ديكا اللي تيوقعوا نتمنوا من الله ما يسدوش هذا البروغرام هذا لان بزاف ديال الباكستانيين بزاف ديال الهنود بزاف ديال دول العالم الثالث بصفه عامه كيرجعوا لبلدانهم وتيعطيو التدويره وكياخذوا داك السيرتيفيكيشن ديال 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 بيرد وتيرجعوا لهنا لكندا وتيعطيو لذاك الناس سيتيزنشيب. يعني الناس غتولي كديرها تجاره يعني الناس غتولي كترجع لبلدانها وكتزور داك الوراق سواء ديال الادابشن سواء
ديال الولاد، يعني تقول لهم هذا ولدي هذا يلا خلاق لي، وتاخذ ديك الورقه وتخلص عليها واحد الثمن معين ويجي ويعطيوك الجنسيه هنايا. هما ما كيشوفوش هذه الابعاد هذه لانهم تيديروا داك الشيء من اجل سبب سياسي، هما انهم يربحوا الانتخابات ديال 2025، وهذه بوان فيو ديالي وبس، باش ما يحكم عليا حتى واحد، ما يجيني حتى واحد ما يقول لي حتى شي واحد انت ما تجيها ولا ما تجيها. هما الحزب ديال جاستن ترودو والحزب الليبرالي كيحاول يربح whatever it takes، تيديروا دي بروغرام جداد ديال الهاوزين ديال سيتيزنشيب الى اخره باش يربحوا ضد بيير بولييف. وانا اسيوم وعقلوا على الهضره ديالي لان بيير بولييف هو اللي غيربح هنا في كندا. كما ذكرت بزاف ديال الفيديوهات، كندا ولا لو سيستيم كنديان ما كيجيش وكيحط لك واحد البروغرام غير هكاك. البروغرام داروه من اجل جانب اقتصادي ومن اجل واحد الهدف الاقتصادي 100%، لان حنايا الى عطينا الجنسيه لواحد البيبي صغير ولا واحد ادوبطا شي واحد كما قلت لكم، سواء داك التبني كان بطريقه اللي شرعيه ولا بطريقه غير شرعيه ولا داك الورقه كانت مزوره الى اخره، فهما باغين يحصلوا على البشر في الارض هذه، وباغين ذا نو كانيديانز، باغين الناس اللي غيبقاو في كندا وغيبنيو البلاد وغيزيدوا بالبلاد القدام من الجانب الاقتصادي. لان ملي تكون عندك البشر تكون عندك المان باور، واليد العامله هي اللي كتخلي اي اقتصاد ديال اي بلاد في العالم يزيد القدام. وكما كتعرفوا اوروبا معروفه بالقاره العجوز، داكشي علاش كانوا عندهم بزاف ديال البروغرام ديال ميغراسيون، ومازالين حاليا في بعض الدول بحال السويد بحال النرويج بحال هولندا الى اخره كيحاولوا يجذبوا الناس يجيو لعندهم ويخدموا لهم بلادهم. ولكن انا رايي شخصيا زعما باش نكون معكم صريح كالعاده، ولا ان البروغرام ما فيهش العدل كاع، لان كاينين الناس هنايا عندهم الورك فيزا ولا عندهم ستادي فيزا ولا عندهم يعني واحد الفيزا معينه ولا ستاتو ديالهم ما هيش، كاين الناس ضربات سنوات هنايا وخسرات رزقها وخدمات وخدات اوبن ورك بيرميت وتقاتلات ومازال ما عندهاش لا ريزيدونس بيرمانونت. دونك انا بالنسبه ليا يعطيو لذاك الناس الجنسيه اللي كيساينوا سنوات، اللي منهم انا اللي ساين 5 ans، خدمت خدمت في الاول بالورك بيرميت، من الورك بيرميت لا ريزيدونس بيرمانونت ساين 3 سنين بالاقامه الدائمه، عاد دفعت السيتيزنشيب مخطوني عليها واحد 3 شهور ولا 6 شهور ولا عام ولا ما نعرفت، عاد عطاوني الباسبور ديالهم. دونك انا بالنسبه ليا يسبقوا الناس اللي كاينين في كندا، يسبقوا الناس اللي خسرات فلوسها وقرات هنايا ب 70 و 100 مليون، عاد ديك الساعات يدوزوا للناس اللي غيتبناو الاطفال في الهند وفي باكستان وفي المغرب وفي تونس الى اخره. خليولي الراي ديالكم في لي كومونتير، لان الراي ديالكم تيقدر يغير بزاف ديال الاشياء. وخليولي شنو الموضوع بغيتو نهضروا عليه بالضبط، ولا بغيتو نهضروا على المونوبولي ونهضروا على الكابيتاليزم بصفه عامه في هذه الارض هذه، وكذلك نتناقشوا عده مواضيع. انا ام اوبن زعما اي موضوع بان لكم زوين واي موضوع تقدر تستافدوا منه ويستافد منه الجميع خليوه لي في لي كومونتير. كان معكم خوكم عثمان، والسلام عليكم.